برئاسة علي بن علي بن صالح الصالح، وافق مجلس الشورى خلال جلسته العاشرة 11 لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الخامس على توصية لجنة الخدمات والمتضمنة عدم الموافقة على مشروع قانون بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعاقين، والذي ينص على مد درجة القرابة التي تجيز منح ساعتي راحة لرعاية قريب ذي إعاقة، وجعل القرابة من الدرجة الثالثة بدلا من الدرجة الأولى، حيث رأت أن إقرار هذا التعديل سيؤدي إلى عزوف أصحاب الأعمال في القطاع الخاص عن تشغيل ذوي الإعاقة أو إنهاء خدمات العمال ممن يتولون رعاية معاقين حتى الدرجة الثالثة. في ذات السياق، نظر المجلس في تقرير لجنة الخدمات بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر والمتضمن توصية اللجنة بعدم الموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون. بخصوص الإعاقة تم عدم الموافقة عليه للأسباب الآتية، لأنه بيكون عدم حصر الدرجات الثانية والثالثة لكثرة العدد، فتم يعني إضافة أو معالجة بسيطة أن تكون فيها تحديد الفئة اللي هي ترعى المعاق. بالنسبة للمقترح المتعلق بقانون الصحافة والناشر، في اعتقادي أن هذا المقترح غير قابل للتطبيق. أي قانون أو اقتراح بقانون يجب أن يراعي أن يكون قابل للتطبيق. هذا المقترح سيبقى حبرا على ورق، لأن لا توجد آلية لتطبيقه.